الهدف هنا هدف ملغى ديال فريق الرجاء البيضاوي. هنا غنشوفوا اللاعب بانون كيفاش كان انه متقدم، كان متسلل وغادي يستافد من الوضعيه ديالو، غادي يسجل الاصابه. هنا السي بوعزائي كان متموضع بشكل جيد وكان مركز مع الحاله، وبالتالي هنا التنقل ديالو كان متنقل بشكل جيد، وبالتالي كانت عنده هنا اكتشاف ديال الخطا بشكل جيد، واعلن على تسلل رغم الاحتجاج ديال اللاعب حدراف. شوف شنو يقول الحكم حدراف، كيقول له ما فيهاش، كيقول له ما فيهاش، باش عرفوا ما فيهاش. وراك عارف اللاعبين اللي كتجي اللي كيكونوا ماشي شايف قيمه حدراف ديال هكاك انه الحاله، ولكن الحكم مساعد كان متمتع بشكل جيد. نشوفوا حاله ديال ضربه جزاء غير معلنه للرجاء خمس دقائق بعد ذلك. هنا غادي نشوفوا اللاعب حدراف كيفاش غيدخل، وغنشوفوا اللاعب ديال الشباب الريف الحسيمي كيفاش انه غادي يخلي الكره وغادي يمشي يلعب اللاعب. هنايا شوف اللاعب شنو غيدير، المدافع وغادي يمشي انه غادي بلاكي اللاعب. هنايا اعتراض تقدم الخصم باللمس، وهنا كانت ضربه جزاء مستحقه. وهنايا رغم الحكم احنا غادي نوريو الوضعيه ديال الحكم، كان متموضع بشكل جيد سي زوراق، وكانت الزاويه ديال الرؤيه جيده. ما فهمتش ان ما الذي وقع بالنسبه لي. هنا شوف ها هو كيفاش متموضع، الحاله قدامه واضحه، ما كاين حتى شي حاجز اللي ممكن يمنعه. هنا كان تقديره لم يكن موفقا في تقدير. وهنا جمهور الرجاء قال لك عاوتاني كاين البول، كاين لا كومبلوتي ضد الفريق ديالو، رغم ان زوراق يعني مغير هذا الخطا حكم مزيان، ولكن الخطا بحال هكا واش غادي يخسر الفيديو تنظر؟ لا ما كنظنش ان بالنسبه للفيديو بان مسكين اخطا، ربما الحكام ان ما كيكونوش مستعدين بشكل جيد، وربما كيقدروش الحاله بشكل غادي تقدرها، ولا كيدخلوا بمخلفات ورواسب ديال مقابلات ماضيه اللي ربما كتاثر عليهم وما كتخليهمش يشوفوا الحاله بشكل جيد. نشوفوا الحاله الثالثه والخطا الغير معلن عليه. هنا غادي نشوفوا هنا كاين توغل ديال اللاعب حدراف، وحده قريب من الحكم المساعد الاول سي امين العريسي. غنشوفوا هناك ضرب بتهور ديال اللاعب، واللي غادي يجي ربما كانت تجيب اصابه هنا من خلال الاعاده. غنشوفوا هنايا التدخل ديال حدراف على المدافع بوشتا، هنا كيفاش بالمرفق ديالو كيفاش غادي يدور، وهنايا غادي يضرب اللاعب. هنايا هنا كان الخطا بتهور، كان هنا بالاضافه لضربه خطا مباشره كان هنايا انه يكون يقرنها بالانذار. هنا الحكم المساعد لم يقدم المساعده الكافيه فقط واللازم الانذار، لان كاين تهور. هنايا لم يقدم المساعده اللازمه والكافيه لحكم الساحه، لان كان السي زوراق بعيد على الحاله وبعيده تقريبا ب 20 متر عليه، ما يمكنش انه يكتشفها، وكان تقريبا من الحكم المساعد الاول. نشوفوا الهدف ديال شباب ريف الحسيمي في الدقيقه 56 واللي توعرف يعني اعتراض فئه كبيره من جماهير الرجاء. هنايا غادي نشوفوا كان هناك ركنيه، وغنشوفوا اللاعب السعيدي كيفاش غادي يقفز، وغادي يقفز هنا وغادي فوق اللاعب اليميق. هنا شوف المشاهد الكريم غيشوف الحاله بشكل جيد، وهنايا اللاعب السعيدي كيفاش غادي فوق، غادي ينوض فوق اللاعب اليميق وغادي يرتكب مخالفه في حقه. هنا الحكم ربما كان مشى مع الكره. هنا شوف اللاعب السعيدي ماذا سيقوم به، هنا غادي يقوم مع اليميق وغادي يقفز فوق منه، وبالتالي الحكم هنايا اخطا التقدير ولم يعلن عن هنايا خطا مستحق اللاعب اليميق. يعني ما شافش ضربه جزاء ديال حدراف وما شافش الخطا ديال السعيدي ضد ديالو. ربما انا كنقول بان المخلفات ديال المقابله الحسنيه اكادير دخل بها السي زوراق في هذه المقابله ولعبات له في هذه المقابله، ربما بصح ان باش خلى بنادم انه باش يبين بانني حقا راني ما كنصفرش، وهذه مساله هي خاطئه ما تجيش مع الرجاء، ما يدخل ما كنجيش مع الرجاء. وهاد لي بريجوجي خصهم دائما انهم الحكام انهم يحاولوا يتخلصوا منهم، وداخلين ان دائما الكونتور ازيرو ملي ندخل مع مقابله ما نديرش الرواسب ديال المقابله الماضيه، لان ربما هي اللي خلاتهم يكتشفوا مثل هذه الاخطاء في هذه المقابله. نشوفوا اخر حاله، دائما مباراه الرجاء ضد شباب ريف الحسيمي. هنا غادي نشوفوا هنا التدخل ديال الحاج، وهنا كاين هنا ركل بتهور. هنا الحكم غادي يعلن على المخالفه، اللي ما مفهومش هنايا هو انه اللاعبين ديال الرجاء، ثلاثه ديال اللاعبين ديال الرجاء غياخذوا انذارات على الاحتجاج، ما فهمتش علاش كيحتجوا. هنايا اللاعب كيفاش انه كيجي اليميق غادي يحتج، زنيتي غادي يجي كيحتج كذلك، اللاعب بوطيب ما فهمتش. هنا ربما الضغط اللي كيعيشوه اللاعبين، شوف زنيتي كيف يسير الاحتجاج الحكم، اظن انه ما زنيتي كان سيحتج بهذه الطريقه على جيد، لكن كان ياخذ ورقه حمراء. هنا يشوف انه مازال يصر على الاحتجاج ديالو، رغم انه توجهت له الانذار، ربما هذه ممكن ان جبد له الورقه ثانيه وطردوا، غادي يولي عاد البوني يقول عاد ضدنا. الغريب في الامر ان اللاعبين بجوج دوليا ويلعبوا الشان بجوج
ولا داروا هادشي بين الحكام في الشارع ياخذوا حمره بطبيعه الحال. بطبيعه الحال حنا نقولها لهم حنا لا حنا باش حنا باش هاد اللاعبين حنا ديالنا لانهم لاعبين دوليين وكيمثلونا بغينا هاد المسائل انها ما تكونش تكررش، بالخصوص ان ملي كيكون الحارس بعيد وما شافش الحاله هنا كيقول الحاج كيفاش التدخل ديالو كان بتهور ويستحق البطاقه الخطا زائد البطاقه، هنا كيقول بحال اللي جاي لنا كيقول راه ما دار حتى شي حاجه، وبالتالي ان ملي كيكون لاعب بعيد ما يمكنلوش يحاول انه يعطي التقدير ديالو ولا يعطي الحكم ديالو على واحد الحاله. نشوفوا اخر مباراه في هذه الدوره واللي جرات باسفي بين